ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم الأربعاء 15 فبراير 15 شباط 2023. لو كنت بتفكر في رحلة سفر طويلة، هتكون النهاردة عندك شوية شكوك، حاول انك تمشي فيها بشكل متقدم اكتر، خاصة في خططك. ممكن تكون السلامة اهم حاجة عندك في شؤونك المالية، ودي هي اهتماماتك الاساسية في الفترة دي. كل ده هيتسبب في انك تتصاعد من مخاوفك، مع كل ده هيكون عندك وضع اكتر امان من اللي انت معتقده. هيكون عندك تفكير في انك تاخد دورة فيها محاضرة كبيرة عبر انترنت خاصة فيك في التكنولوجيا اللي بتبقى عندك، في علوم واضحة للكمبيوتر كبديل خاص فيك. ده مشابه جدا عشان تخطط ولي انك تقضي اجازة مناسبة ليك، هتحاول تبص بيها للمواقف اللي بتبقى موضوعية اكتر. نصيحتي ليك النهاردة انك تشتغل بجد عشان تعرف تحقق كل احلامك، لانها ممكن تبقى بتتحول لحقيقة بعد كده. نصيحتي للعزاب، شغلك هو اهتمامك الكلي في الفترة دي. نصيحتي للمرتبطين، بينما انت بتكون عندك اولويات كتيرة في شغلك، هتكون عندك لحظات صغيرة مع اللي انت بتحبهم تعتبر مرضية جدا ليهم. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، هيعتبر لقاء كوكب الزهرة ونبتون في برج الحوت الصباح ده ليه تأثير لطيف جدا، ممكن يكون خفي في بعض الاحيان بسبب حساسيتنا الزايدة وادراكنا للجمال والروحانية اكتر. هنعرف نحس بتجديد على مستويات ابداعنا، مع العبور ده هيبقى بيسهل علينا التأثرات والاغواءات اللي عندنا في مخيلاتنا تعتبر هايلة جدا. في السراء والضراء هيبقى عندنا انفتاح نفسي، في رحمة، في مواضيع كتيرة، في تفاعلات في الفترة دي، ممكن يكون وقت سحري في مستويات الرومانسية اللي عندنا والاجتماعية، لكن ده هيكون ليه تأثيرات كتيرة مربكة ووهمية. هيقضي القمر يومه في برج القوس المغامر اللي بيدور عن الحقيقة دايما. هيصطدم القمر مع كوكب الزهرة ونبتون اللي بيبقوا بيسيروا كل الارتباكات العاطفية اللي عندنا. مع كل ده هيبقى عندنا وضوح وحاجة اننا نبقى واقعيين اكتر. هيتناغم القمر مع الشمس وزحل في الاجسام اللي بتبقى بتصل للمحاذاة النهارده.